السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه ام هدي تعليم الرياضه. فيديو جديد عندي لكم، نكمل لكم الخدمه اللي بديت معكم لكم فيديو من قبل. انا قررت نكملو معكم باش نوريكم كيفاش تخدموا الجهه الاخرى. بسم الله. نقطع هذا الخيط اللي هنا، نحيدو هنا البنات. وهنا البنات انا كملت، بقى لي غير هاد الدريبه هنا. واخا شفت لكم هادو هكا كبير، ما تخافوش منه البنات، راه ملي كتقادو الخدمه راه كتدخلوه وسط من داخل وسط من الجلابه وقت داخل. انا نكمل معكم باش تشوفوا كيفاش غادي يدير لي. شايف لكم هاد الطريف طويل في الكم،
ما تخافوش منه. نخدمو حتى لاخر تمنايب تمن قليلة والو فيها الدوب الاخر الصغير. دابا هو كملنا الخدمة صافي. نجيبو هاد الخيط ندفنوه هنا وسط الدوب. وهذا هو الشريط اللي نفكم غادي نديرو ليه بحال هكا. نوريكم كيفاش غادي يدو في المتر. كنجو هنا وكنديرو لهاد البلاصة هادي عارفين، كنجو هنا كنشدو من هنا هكا وكنبلو هاد الجهة وكنبلو هاد الجهة. وها هو دخلنا التوب لي شاطلنا دخلناه هنا لداخل، دخلناه في هنايا هادي هاهو. او مشاتش بزاف شاط غير هاد ليزا هي كندخلوها هنا. ونتمنى البنات تفهموا ويكون الشرح واضح ليكم، تقبلوا على الشرح ديالي. شتو البنات هي قادمنا التوب لي شاطلين. دابا البنات غنبدا معاكم الجهة الاخرى ديالكم، نكملنا هاد الجهة وغنقلب التوب هكا. نقلب التوب دابا هنا. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نخدم تاني هاد الجهة. نتمنى البنات تقبلوا عليا الشرح ديالي، وما تنساونيش من ابوني ولايك اشتراك في القناة، وشكرا.